السائلة منيرة غين من القصيم تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان، فماذا أفعل؟ إذا كنت تركت الصيام بعدما بلغت سن التكليف فإنك تقضين هذا الصيام الذي تركتيه وجوبا لأنه باق في ذمتك، فعليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. أما إذا كان ذلك قبل البلوغ فلا شيء عليك في ذلك. نعم. وإن نسيت شيخ كم صام وكم أفطرت؟ تحتاط، تقدر وتحتاط. نعم.